عمير ايه الاخبار؟ ولا 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 بص بقى يا جماعه، تكمله للفيديو اللي فات، احنا المفروض ان احنا كنا عملنا الانبوكسنج اصلا لللابتوب اللطيف دوت. انا زي ما انت شايفين كده، هو ايه اللي بيحصل؟ دخلت تريننج مود في ببجي ستيم، تمام، وراكب مع حد وهو تقريبا بيفسحني تقريبا حاجه زي كده. يعني النهارده يا معلم اللي هيحصل كالاتي عشان بس تبقى الناس عارفه. لينوفو تمام بعتت لي تحدي كده، بعتت لي بوكس صغير كده، كان في من ضمن البوكس ده كان في شويه حاجات، وبعدين كان في حاجه صغننه كده فيها تشالنج. التشالنج دوت المفروض ان انا اعمله، تمام؟ انت ولا 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 انت اون فاير اصلا ولا. فالمهم يا معلم بقى ايه ان التحدي كان كالاتي، ان احنا هننزل الجيم وهنلعب بالعربيه بس، تمام، ونحاول نموت ناس بالعربيه، نحاول نكسب. طب خليني بس اوريكم السيتنج عامله ازاي. بص انا عامل كله على الترا، ما عدا في حاجات كده اللي هي ايه اللي هي لازم تعمل فيريو لو وانت بتلعب ببجي بصراحه عشان الرؤيه والحاجات ديت يعني، لكن غير كده لا. نعمل ليف هوبا ونخش نبدا جيم وربنا يستر. معلم انا دخلت مع سكواد، تفتكر دي حاجه كويسه؟ اصل انا ما عنديش ان انا يجي لي جامب سكير، فاحنا بص هنجرب يعني، احنا كده كده بنلعب سيرد بيرسون، فاحنا هنخش اول حاجه مع سكواد وربنا يستر. بس انا مش عارف ازاي ان انا اقنعهم ان انا اخد العربيه واتجه مع نفسي يعني. معانا مستر ابي وسليب ناو. سليب ناو ايه؟ ومستر فيديو. مستر ابي ومستر فيديو الاثنين مع بعض. بس صدق والله موضوع الثيرد بيرسون انا بدات يعني بدات نوعا ما احب موضوع الثيرد بيرسون، بالذات ببجي ستيم او ببجي عامه يعني، لسبب بسيط جدا يا ريس، ان تقريبا الموفمنت بتاعتها والكلامزنس والحاجات ديت، الحاجات اللي هي الدربكه دي، ما بتحسهاش في وانت بتلعب ثيرد بيرسون تقريبا. والله اعلم. ننزل فين؟ هم هينزلوا هنا وانا انزل فين؟ بص انا هعمل ايه؟ ماليش دعوه، انا هنزل يا معلم عند المطار ناخد العربيه. انا فاكر ان في عربيه هنا عند الطيارات تقريبا. ابو اسماعيل ركز يا ابو اسماعيل، عايزين عربيه نسقط عليها. ايه عربيه؟ ويت ايه ده؟ ده نص نقل. ايه ده؟ لا اله الا الله. في عربيه نص نقل دي شغاله؟ دي تقريبا بايظه تقريبا صح؟ تقريبا بايظه. لا هات النص نقل. ايه ده النص نقل مش شغاله؟ انا بقالي مده اصلا ما بدخلش الجيم. اقف العربيه هناك. ايه بس يا معلم شفت الرنجليه الجديده عامله ازاي؟ مش وقت يا ابو اسماعيل، ده مش وقت استكشاف. هو فين الناس؟ العربيه كلها بايظه ولا ايه؟ لا اله الا الله. العربيه دي عربيه بايظه. العربيه ريب. العربيه ريب دي مفتوحه. انا لازم اخدت السلاح. لا اله الا الله. ولا ريب ابو سمعه. ابو سمعه عليا. اوه لا ابو سمعه عليا. ابو سمعه ولا لا. عايزين ميريك. عايزين ميريك. اوه لا مش ده. ريب ابو سمعه ريح. انا خدت طلقه يا جدعان. طب بقول لك ايه يا كابتن، تعالى ريحني. ولا ايوه بقى اهو نايس. ده تشالنج من اي البيزنتيني. مين اللي قال تشالنج؟ ها انا عايز اقول لكم انا عملت ايه. انا وصلت الشاشه ثانيه، تمام، بحيث ان انا ابقى شايف الريكورد عشان بس ايه ما بقاش انا بيسجل في الباك جراوند، فانا بقى مش عارف اذا كنت بيسجل ولا لا. هوبا بقى يا ريس، بقى ننزل جورج بول يا ريس. وهناك في عربيه، في عربيه في الحته دي، ونهوبا دي بجامد. بس البتاع شكلها ظريف يا جدعان. لا الجرافيكس شكله ظريف، مش والله مش عشان اللابتوب اصلا جالي وبتاع ده، لا بس ظريف. بص الجبل عامل ازاي. انا عايز انزل على الجبل هنا شويه. فين العربيه؟ فين العربيه هنا؟ اهي 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 اهي. ولا انا كويس ان انا عملت سيرد بيرسون يا جدعان. هوبا اديها انت اجي ميرا. فحد الهانجر، فحد الهانجر، خشوا الهانجر. لا لا ولا ولا لا لا ولا. الواد جري. باي باي. لا 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 لا. طب اي حد لقطه من على الطريق؟ هو اصلا استناني ليه؟ عايز اعرف ان هو اصلا كان عنده ادفنتشر اللي هو يموتني. ايه الهري ده؟ ابو اسماعيل ناخد ميديك. ويت بريك. فارم هنا يا ريس. يا جماعه الغباره عن ايه؟ في ايه الميديك بتتكلم عن ايه؟ انا عايز ميديك، انا عايز ميديك. اوكي ايه ده؟ شو جن؟ هات شو جن. اضرب ميديك بكميات مختلفه. لا ولا انا مش معايا هيلم. واحد يطلع دلوقتي يروح مديني طلقه. هوبا شكرا. ريب 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 ريب. هو فين اصلا؟ اوه ارجع له. بس دي تشانس 50-50 ان هو ريحني. ولا يا كده هتيجي. هم قالوا ان انا ابقى في العربيه واضرب بيها، بس انا شفت اللي شفت. انا كنت يعني مفيش هيلمت ومفيش اي حاجه والدنيا مسخره. انا نقلت على الكرسي الثاني بحيث ان انا اضربه وانا لسه في العربيه. ننزل فين يا ابو عمو؟ لو نزلت بوشينكي العيال هتبقى مستخبيه في البيوت. انت عايز حته تكون فاسحه. هنا استخبوا في الهانجر. اوه سكول. سكول والمباني اللي حواليها. رب في عربيه ما بين السكول وما بين المباني اللي جنب السكول. بص يا سكرات، انا هنزل اخد العربيه، العيال هيطلعوا من المبنى. هوبا شكرا انا هريح. جي جي ايزي. مش ليا طبعا، ليهم هم. اه ده موتوسيكل. رب يعتبر يعتبر فيكل. اطلع يا ابو اسماعيل. ابو اسماعيل ابو اسماعيل اطلع. ابو اسماعيل نط. ابو اسماعيل فوق البتاع. ابو اسماعيل اركب اي حاجه. ابو اسماعيل خد موتوسيكل، خد موتوسيكل، خد موتوسيكل. في اي حد معاك؟ العيال جوه، العيال جوه. انا عايز حد ينزل لي. ايه انت زميلي مات. لا اله الا الله، لا اله الا الله. which is nice. انا كده واحد هنا جو، واحد هنا جو. واحد هنا جو. يا
انا مويتو اتو غلا لا بضر علي بضر علي بضر علي انا قلت الواد يا عم مش ممكن بقى التحديات الجامده جدا. انا ممكن هنا اشوف الكل كام. هات الريبلاي وريني كده يا ابو سامع انت كنت بتهبي بيقفل بهذه الماب وريني كده بليل. بص الدخله بص الدخله استنى ويت يا معلم ده كان اربعات. اوكي انا كنت فاكر ان انا ممكن اختار الشخصيه. ايه ده ايه ده ايه اللبس اللي هي لابسه ده ايه ده فيه ايه الكلام ده ويت ويت عشان في شخص مجنون دلوقتي هيخش عليه. وريني كده يا ابو سامع انت ايه اللي بيحصل بالظبط. بص ابو اسماعيل ده وده الحماس الحماس اوبا من منظور اخر ريب ده انا ضربته بعيد الواد طار بعيد يا جدعان. انا كنت فاكر واقع هنا على سيدي على سيدي علشان كده كنت رايح له اهو. انت في اللبس بتاعك ده انت لازم تريح. ايه الهرجه ده اخوانا بقول لكم ايه. بصوا عشان بس تبقى انتوا عارفين التحدي ده مش هيبقى تحدي واحد بس لسه في تحديات ثانيه. التحدي ده مش هيبقى ده هتبقى بلاي ليست انا عاملها بلاي ليست اصلا اسمها سربرايز مي ليمونوفو وهيبقى فيها التحديات دي. التحديات دي ممكن تلاقي بلاوي سودا بقى يعني انا ما اعرفش ممكن انا نفسي والله ببقى مش عارف ايه اللي هيحصل يعني من ضمن التحدي انا ما اعرفش متجاوب جاب التحدي ده منين مش فاهم انا يعني ده هذا لا يتناسب لا يتناسب مع شخصيتي بصراحه ده مش معناه ان انا هعمله بس احنا ورهامين فن ورهامين فن بس اهم حاجه ان احنا نهاف فن والدنيا تبقى ظريفه. عايزين حته فيها ناس يا اخوانا. الو العيال بتكامب في البيوت بس الواد خد الموتوسيكل ايه خد الموتوسيكل هوبا الواد طار بعيد. ابو اسماعيل انت نزلت بعيد يا ابو اسماعيل انزل على الطريق يعني فارق معاك قوي. احنا عايزين على حته فيها عربيه ميني ييرز ليتر. الموتوسيكل ده ده موتوسيكل بس تو ويل وانا ضايع في تو ويل. ماشي نود الموتوسيكل عامه نحاول نوصل لعربيه هوبا جي جي ايزي. بص الاسفلت عامل ازاي اسفلت اسفلت يعني مش ممكن بقى يا جماعه الموتوسيكلات الجميله جدا. عايزين عربيه عايزين عربيه عشان انت ابو اسماعيل انت هتريح مع الموتوسيكل. في اي حد على الطريق طيب اها لا دي مش عربيه مش عربيه تصدق الموتوسيكل سريع يا اخوانا. الو اها انا سامع حد اها لا ولا 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 ايه ده زميل وقع ويت انا شايفه ابو اسماعيل ويت 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 صح زميله صح زميله صح زميله لا هيجي يو اه صح زميلك يو يا معلم دي التيمين بيتضربوا على بعض ابو اسماعيل هتريح لا ولا 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 بسرعه بقى يا معلم كانوا التيمين بيتضربوا على بعض ايه الهري ده تصدق اللعبه كده الجو بتاعها احلى مفيش سسبنس. ايه يا حاجه في ايه شبح في نفسي عارف انت ايه يا منطقه ايه يا ناس اللي ليلتكم انطينا الطين. واحد مجنون هنا معانا في السر يا جماعه حد مش عارف يسيطر على نفسه يا جماعه انا مطلوب مني تحديات لازم اكملها. ازيك يا حاج عامل ايه عامل ايه هوبا 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 اسماعيل وعربيه وسوفليكس ودبل بوكس اوبا 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 ولا 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 خد يا جماعه السير دي بيرسون جامد جدا. ننزل فين يا ابو عمو؟ بص ريزوك ظريفه ليه بقى؟ العيال بتبقى ساعات بتضرب على الشارع وبتاع وبتبقى الدنيا مش مفهومه. في نص نقل هناك اهي اوه عربيه هناك اهي ويت ايه ليلتكم انطينا الطين. المشكله ان العيال بتقعد مده عشان تموتني نانا. طب مش هتاخد ميدك طيب يا ابو اسماعيل؟ لا خش على طول. فين الناس؟ في اي حد هنا؟ ايه الصخره دي؟ بص العربيه عامله ازاي؟ عاجبني قوي الكاوتشات، لا في ديتيلز في شويه ديتيلز في التفاصيل لطيفه. بتسجل يا ابو اسماعيل؟ بتسجل يا مسجل يا ابو اسماعيل الحمد لله. اها واحد بيضرب اهو. انزل بقى جرع انزل. بابجي ستيم العيال بتبقى مستخبيه في البتاع. تعمل ايه يا ابو اسماعيل؟ يا عم تعالى ولا تعالى ريح انجز. بص معانا بقى استراتس جديده هننزل نجيب اسلحه نبقى احنا معانا اسلحه ونوض العربيه هوبا ونحاول نخش بقى نضرب حد واحنا راكبين العربيه. تشالنج احنا في تشالنج انت لك خد العربيه ما قالكش ان انت تضرب العربيه. انا قاعد بدور على حد لعل وعسى الاقي حد ماشي كده القطه لقطه ظريفه. هم الصوت هنا الصوت هنا اوه ابو سامع خش ابو سامع يا معلم انا معدي من جنب الواد خبطه ما فيش في الكل كام؟ نوب اكزت ولابي خليني اجيب سلاح. هل يعني هو السلاح ولا هينجز معانا؟ ليه طيب يا عم تعدي من هنا؟
فيش قد احساس بالمسؤوليه خالص. وريني معاك ايه. سوري يا اخوانا ما كانش مقصود الموضوع ده، ده يعني مش بره التحدي، معلش ما تحسبوش الكلايه دي. هات اللي معاك ايه يعني، الواد ما معهوش اي حاجه. هات الجوانت، انا بحب الجوانت جدا. غريب يعني يا جماعه، انا كنت داخل اخد حاجات وماشي، ما كانش قصدي ان انا اقتله. في طريقي الى الزون الجميله جدا. ويت يا ابو عمو، انا مظلوم على العربيه بس عشان تبقى الدنيا ظريفه. باي باي يا اخوان. مع نفسيكو استرات برضه، عارف انت. الو يا ابو عمو، باي باي. هيا بينا للزون الجميله جدا. واو دروب ابو اسماعيل ده اتاخد يا ابو عمو. مش ممكن بقى السسبنس. تفتكر ممكن حد يكون شايفني دلوقتي؟ صباح الصمت. لا بس انا عايز اقول لك على حاجه، في السير دي بيرشي يعني هو ده الولد اللي خد الاصلا الدروب. اه هو ده اللي خد الدروب. رب كنت عايز اقول ايه، انا نسيت حتى كنت عايز اقول لكم ايه. كنت تحدي ما يعلم بيه الا ربنا. انت عارف انت لو بتلعب ببجي لايت كنا هتنا زمان، هتنا دلوقتي مثلا بتاع حوالي مليون بوت تقريبا، حاجه زي كده يعني. وببجي موبايل، لا ببجي موبايل كانت يعني قشطه ماشي شغال، كنا ممكن عملنا حاجه برضك فيها الدنيا ظريفه يعني. لكن انا اللي هو ايه، انا لقيت برضك ببجي ستيم هم محدش قال لي، بس انا قلت ايه عشان اللي هو الجرافيكس تبقى الدنيا ظريفه ونجرب بقى هظهر لابتوب في الجرافيكس هيبقى عامل ازاي. ننزل فين يا ابو عمو؟ بص نختمها بننزل جورج بول. العربية اختلف مكانها. اه العربية بتتغير مكانها، الاسبون بتاعها بتغير. لا اله الا الله، العربية هناك. ايه ايه ولا انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يا ابو صومعة؟ ابو صومعة والانطلاق. هيا بينا يا جدعان. فين الناس؟ يا اخوانا لا اوكي ده ممكن يتكسر عادي كده. في دب هنا بس مش عارف فين. لا مش دي مش دي مش دي. ابو صومعة ادي نفسك. لا هتريح ولا حد ينزل يا اخوانا. الو ليه ما حدش عايز ينزل؟ خلينا نكمل على طول، يمكن نلاقي حد ماشي في الطريق ولا حاجه. طب هات الواحد بس، انا عايز هات الواحد بس. اها بداء الطبيعه. ومفيش ارمر ولا اي حاجه، انا كده ممكن اموت وانا مستريح. ويت نقود عربيه تاني. نايس ايم. اوه انت عارف انا ممكن اعمل ايه؟ بس انا مش عايز انزل. انا ممكن كنت ببص لهم العربيات واستناهم لو حد ما يجي يتحركوا. تصدق فكره؟ ويت 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 ويت، انا ببص لهم العربيات بس الاول. اها انا ببص لهم العربيات. اوكي المهمه الثانيه هنبوظ العربيات. نعمل المستخبيه دي ولا اطلع يلا انت هو يلا. لا اله الا الله ابو جمعه. انا نزلت من العربيه ليه؟ انا نزلت من العربيه ليه؟ انا فكرت ان انا ممكن افجر له العربيه. قشطه بصوا انا واقف لحد هنا لان انا عايز اقول لكم ان انا سجلت تقريبا انت كل الكلمات اللي انا سجلتها تقريبا هتنزل لكم لان انا مسجل حاجات كتيره جدا يعني. هو الاتحاد ظريف بس هو صعب في العربيه، صعب في العربيه جدا يعني. ممكن اتضرب عليه كذا مره، انا اول مره بصراحه ان انا اجرب الموضوع دوت يعني. بس التحدي لطيف جدا يعني. عامه ابقى اكتبوا في الكومنتات ايه الحاجات اللي انتم ممكن تشوفوها كتحديات تمام، بحيث ان احنا ممكن نبقى نظبطها بعدين، لان التحدي دوت دي هتبقى بلاي ليست وهنكمل فيها كتير. والتحديات دي هتبقى مختلفة، هتبقى من كذا جيم مش لازم بس من بابجي، هتبقى من حاجات تانية كتيرة جدا يعني. وممكن وما اعرفش هتبقى ايه بالظبط. لينوفو ولا بتبعت وانا ماليش دعوة تمام، بيحددوا التحدي وخلاص وانا ماليش دعوة يعني. فعامة يعني يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو وحابين نشوف فيديوهات تانية من التحديات ديت او من سربرايز مين لينوفو، اتأكدوا انتم لايك وسبسكرايب واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.